اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى بعد هذا التقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي. خلينا نقول لحضراتكم قائمه النادي الاهلي لمباراه غدا ان شاء الله، وتشهد مفاجاتين جميلتين لكل جمهور النادي الاهلي. في حراسه المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي واحمد طارق، ده حراسه المرمى. اما في خط الدفاع محمد هاني وياسر ابراهيم وايمن اشرف ورامي ربيعه وعلي معلول، والنجم الكبير احمد فتحي عود حميد او عود احمد يا احمد فتحي. الحقيقه الناس كلها مستنيه تشوف ماذا سيفعل احمد فتحي، قيمه كبيره واضافه كبيره جدا لتيم النادي الاهلي او لفريق النادي الاهلي. اما في خط الوسط هشام محمد وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي. اما في خط الهجوم مروان محسن وصلاح محسن وجونيور اجاي وجيرالدو داكوستا، والنجم الكبير ايضا وليد ازارو، وعوده وليد ازارو ايضا بتمثل اضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. اذا عوده احمد فتحي، عوده وليد ازارو. بس قبل ما اخذ راي الكباتن في قائمه النادي الاهلي، عايز اقول لحضراتكم ان اكرامي النهارده كان بيخضع لفحص مكثف تحت اشراف الهيئه الطبيه المكونه طبعا من برئاسه الدكتور احمد عبد العزيز، للوقوف على اهم تطورات اللاعب. زي ما قلت لحضراتكم او زي ما قلنا لحضراتكم خلال الفتره اللي فاتت، ان تم انشاء هيئه طبيه للاشراف على كل اصابات لاعبي النادي الاهلي. النهارده كانت البدايه، هذه الهيئه شافت شريف اكرامي بقى من اول صوابع رجليه لغايه شعر راسه زي ما بيقولوا، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه جدا جدا خلال الفتره الجايه، ويعود اكرامي شريف اكرامي سريعا الى فريق النادي الاهلي مره اخرى. ولاسارتي كان بيطمن على شريف اكرامي. كابتن ابراهيم، قايمه مجموعه جيده جدا من اللاعبين في النادي الاهلي لمباراه غدا، ومفاجئتين الحقيقه حلوين لجمهور النادي الاهلي احمد فتحي وليد ازارو. الحمد لله ان المستشفى ابتدى العدد يقل شويه. نعم. لو اي نادي في مصر في الدوري العام كان حصل له كميه الاصابات اللي حصلت للاعيبه النادي الاهلي، ما كانش يقدر يوصل للمركز اللي النادي الاهلي فيه دلوقتي. عوده اللعيبه وليد ازارو واحمد فتحي اضافه اكثر من رائعه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه وليد سليمان يدخل معاهم كمان، يطلع من المستشفى ويدخل، لان دي هتبقى اضافه اكثر من قويه كمان لخط وسط النادي الاهلي. طبعا شريف اكرامي الف لا باس عليك، ونتمنى لك ان شاء الله باذن الله الشفاء في اقرب وقت ان شاء الله، ترجع لناديك وترجع تحرس العظيم ان شاء الله باذن الله. كابتن ماهر، يعني هل تفتكر بعودة المصابين و طبعا هيمثلوا اضافه وكل حاجه، ولكن هل هناك هتبقى في مشكله بالنسبه للاسارتي في اختياراته للتشكيل، ولا برضه هيظل بالتشكيل الثابت اللي هو عودنا عليه خلال الفتره اللي فاتت؟ هو عوده المصابين يا اسلام بتدينا ثقه، بتدي جمهور النادي الاهلي ثقه واللاعبين ثقه بشكل كبير جدا. زي ما انت قلت يعني احنا عندنا عوده احمد فتحي، يا رب ان شاء الله باذن الله يعني عوده حميده وتبقى اخر الاصابات احمد، وطبعا وليد ازارو القوه الضاربه في الحته الهجوميه اللي احنا يعني بنحتاجها بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي جايه في احراز الاهداف. عايز اقول لك ان هو الراجل عنده تثبيت، خلاص احنا بنثبت التشكيل، ومن خلال تثبيت التشكيل ده بيبدا في الشوط الاولاني اللي بيلجا ليه بقى لاسارتي، الثقه المتبادله اللي بينه وبين اللاعبين والحاله النفسيه المرضيه للجهاز الفني واللاعبين خلال هذه الفترة، ان الشوط الثاني بيبقى عنده هو حسب مسار المباراة، محتاج إضافة هجومية بيبدأ يضيف الجانب الهجومي، محتاج تنظيف في نص الملعب بيقدر يزود لعيبة من لعيبة نص الملعب اللي بيعملوا لنا اضافه بشكل كبير جدا، ويمكن على راسهم كريم نيدفيد. احنا شفنا يمكن في مباراه الجونه الاخيره ان التغييرات اللي عملها لاسارتي في اخر 25 دقيقه اسلام او من بدايه الشوط الثاني اثرت بشكل كبير جدا، ورجعت المباراه للنادي الاهلي مره ثانيه. الهدف الجميل اللي احرزه يمكن كريم نيدفيد، وبعد كده يمكن ناصر ماهر الهدف الثاني. عوده يمكن مروان محسن للشوط الثاني يمكن كانت اضافه بالنسبه للشق الهجومي. عايز اقول لك ان احنا اسلام الفتره اللي جايه محتاجين الثلاث نقاط، واحنا كنا قلنا اكتر من مره من خلال الاستوديو التحليلي ان احنا المباراه القادمه بالنسبه للنادي الاهلي مباراه كؤوس، لان احنا عارفين اهدافنا اللي احنا بنسعى اليها هي درع الدوري العام، والجزء الثاني ان احنا نعلو طبعا جدول المسابقه، يبقى في منافسه بيننا وبين الثلاثي اللي موجود نادي الزمالك وبيراميدز في خلال الفتره القادمه.
عايز اقول لك ان ثبات التشكيل هو اللي ادانا خلال الفتره اللي فاتت الشكل المهاري والاداء التكتيكي والجمله التكتيكيه اللي خصوصا في الشوط الثاني اللي بيقوم بيها لعيبه النادي الاهلي وبنتميز بيها. عايز اقول لك ان الدقيقه 90 هي خلاص بقت الشعار شعار النادي الاهلي في الاوقات الحرجه اللي احنا بنلجا ليه، واحنا زي ما بنشوف لحد الدقيقه 90 لعبتنا بتلعب لاخر دقيقه وبنقدر نسجل من خلالها. عايز اقول لك المنافسه كمان بعوده النجوم الكبار هيبقى في منافسه شريفه بين اللاعبين، يعني كل واحد دلوقتي بيفكر ان هو يحافظ على المكانه اللي فيه لان في نجم قادم ونجم مؤثر وعنده خبرات بشكل كبير. عايز اقول لك ان بتروجيت مباراه بثلاث نقاط، يمكن احمد عوده بعد المباراه السابقه يمكن اسلام اشتكى نفس الشكوى اللي احنا وقعنا فيها او كنا بنشتكيها ان عنده اجهاد وعنده اصابات. محمد عوده مدرب بتروجيت انا بحيي طبعا على ادائه مع بتروجيت في الفتره السابقه، لكن عايز اقول لك ان هو بيلعب شكواه انه بيلعب كل 72 ساعه. طب ما هو ده حال النادي الاهلي النهارده، كل المدربين بيقول لك عندنا اجهاد وعندنا اصابات وعندنا سفر، ما هو ده الكلام اللي النادي الاهلي بقاله اكتر من 3 4 اشهر وما بنتكلمش، لكن بنشتغل عشان نوصل ل زي ما قلت لك الهدف اللي احنا بنسعى ليه وهو الدوري. الدوري كابتن بلال، يعني هل تفتكر بقى في ظل نجوم 20 نجم الحقيقه في قائمه النادي الاهلي، من وجهه نظرك هل سيبدا بنفس التشكيل اللي هو كالعاده، يعني هو بيلعب بشكل ثابت الا في حاله استثنائيه خروج اصابه خروج انذار خروج حاجه، ولكن هو دايما بيلعب بشكل ثابت مستر مارتن لاسارت. هل تفتكر انه ممكن بكره مباراه بكره يكون فيها تغيير؟ وهل اليومين اللي خدهم النادي الاهلي يوم 26 و27 هل تفتكر ان هم هيفرقوا اليومين الاجازه، يعني هل يفرقوا بشكل ايجابي مع النادي الاهلي في هذه المباراه ولا لا؟ طيب خليني ابتدي معاك يا بن، هو يعني عايز ابارك لسارتي ان اول مره نشوف قائمه فيها خمس فراوده يعني خمس مهاجمين. كويسه اللحظه دي. طول السنه بنتفرج على مهاجم او واحد بيلعب في نص ملعب يطلع يلعب الراجل النهارده يعني افترق. لكن بالظبط، لكن كون النهارده يبقى موجود مروان ووليد وصلاح واجاييه وجيرالدو خمس مهاجمين ده معناه خد بالك يعني خلي بالك اجاييه برضو يعني ماشي يعني تحسبا بس موجود في القائمه ما كملش التمرين بقول لك هو اجاييه النهارده يعني تحسبا لاي شيء اعتقد ان هو لو اجاييه سليم 100% ما اعتقدش ان هو كان خد الخمسه. لا بس يعني دي يعني حاجه حلوه بصراحه، حاجه حلوه جدا. طبعا عايز تتبخر وده يدل خد بالك ان الراجل ببعد العيب بس بقول لك عايز تتبخر. الراجل بيفكر فكر هجومي، يعني الراجل بيفكر يهاجم عايز يكسب، اللي دايما عايز يكسب يبقى دكه البدلاء بالنسبه له كمان بتبقى في الغالب ويبقى ناس امكانياتها الهجوميه اكبر بكتير. يعني احنا في الوقت اللي قبل كده كنا مضطرين انك انت تحط لعيبه بتلعب نص ملعب وبعدين تدور لهم على مكان قدام وبعدين يا ترى مين اللي هيلعب ناحيه اليمين مين اللي هيلعب ناحيه الشمال. النهارده ما شاء الله في خمسه امكانياته الهجوميه عاليه جدا. مروان الماتش اللي فات اعتقد معنويا هتفرق معاه بشكل كبير جدا، وليد ازار وعوده ثانيه الحمد لله بالسلامه، يعني صلاح محسن برده رجوع ثاني، جون اجاي يعني متالق الفتره اللي فاتت، وجيرالدو طبعا متالق بشكل كبير. النادي الاهلي المباراه بتاعت بكره المباراه ممكن تكون صعبه شويه، صعبه لان الخصم ابتدى يفوق برده بالك، يعني بتروجيت ابتدى يفوق يكسب او كسب الماتش اللي فات كسب الماتش اللي قبليه ابتدى الحل خسر من الجونه خسر من الجونه اهو 2-1 من الجونه اول ما كابتن عوده طلع على عندي اجهاد المباراة الماضيه عنده جهاز زي الاهلي. فعايز اقول هي مباراه صعبه اكيد طبعا، يعني بص كل مباراه هيلعبها النادي الاهلي هي مباراه صعبه تمام، كل مباراه هيلعبها مستر ريسارت مباراه صعبه. النهارده التشكيل ممكن ما يتغيرش، لو جيرون اجي سليم لا ممكن هيلعب، مش سليم اكيد هيلعب حد مكانه اكيد يعني، ولكن ثبات التشكيل من اهم المميزات اللي بيعتمد عليها مستر ليسارت. هو بيعتمد على ثبات التشكيل، يعني في وقت من الاوقات اعترضنا كنا بنعترض شويه مش بنعترض كنا بندي كومنتس شويه عشان محمد جنب بيلعب جنب كريم نيدفيد او كريم نيدفيد بيخرج بره ليه، ولكن واضح ان الراجل عنده رؤيه مين اللي بيلعب جنب مين في الملعب، هم دول لو الحاله الفنيه مستقره لو هم عندهم انسجام في الملعب حتى لو واحد اقل من واحد بشويه لا هيلعب، ودي الحاله اللي بيعتمد عليها مستر ليسارت. يعني انا في بعض المدربين يقول لك ايه طالما فنيا
الاثنين يعني مرتاحين مع بعض في الملعب، منسجمين مع بعض في الملعب بالظبط، والفرقه بتكسب وبتلعب بشكل كويس، خلاص يبقى انا هابقي على الموجودين دول حتى لو كان اللي بره اعلى. يعني في اوقات لما تعمل تغيير يا اسلام تلخبط في شكل التيم، تلخبط في شكل الاداء بتاعك، حتى لو بتحط واحد اعلى فنيا من واحد، يعني بتكلم على كل الفرق مش بس النادي الاهلي. فواضح ان مستلثرت من المدرسه دي، انا بحط اثنين بيلعبوا في نص ملعب او اثنين بيلعبوا في اي مكان جنب بعض، هم دول منسجمين مع بعض شويه، هي دي الفكره بتاعه. فما اعتقدش ان هو هيغير كتير في التشكيل، هو بس الفكره كلها عنده لما بيحس بالاجهاد، ودي النقطه الايجابيه اللي حصلت في اليومين الراحه اللي خدهم النادي الاهلي، لما بيحس بالاجهاد بيحاول ان هو يغير اللعيبه تحسبا ان ما يكونش في اصابات. النادي الاهلي اعتقد انه واقف على رجله بشكل كويس قوي، اللياقه البدنيه عند اللعيبه جيده جدا، الاهلي ابتدى يعني يخالف في الامور اللي كانت قبل كده انه بيلعب الشوط الاول والشوط الثاني ما بيلعبش، لا احنا شفنا الشوط الثاني اللي فات مميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي هدفين في الدي، يمكن هدف الهدف الاخير يمكن في الدقيقه 91 تقريبا او الدقيقه 90. فالنادي الاهلي لا ابتدى يتغير بشكل كبير، يتغير بدنيا، يتغير فنيا، اللعيبه ابتدت تاخد ثقه، عارفه التارجت بتاعها، ابتديت كمان تزق على حته البطوله، انا بلعب بشتغل على بطوله دلوقتي، بادي اداء البطوله مش بادي اداء بس المكسب، انا في فرق بين ان انا بلعب عشان اكسب وفرق ان انا بلعب على بطوله، النهارده التارجت اللي بقى عند اللعيبه هو تارجت البطوله، خلاص انا بحط بزق وبحط ضغط وبحط بريشر على نادي الزمالك وبشتغل وراه عشان انا هدف البطوله. انت عندك مباراه مع نادي الزمالك، عندك مباراه ثانيه مع بيراميدز الدور الثاني، هم دول المنافسين الاقوى بالنسبه لك. اعتقد لو الاهلي كسب وهو ماشي في التراك ده بشكل كويس جدا، الاهلي البطوله هتكون للنادي الاهلي. فاليومين الراحه دول اكيد يفرقوا كتير جدا مع مستر لاسارتي كمان عشان يقدر يحط التكتيك بتاعه. المدير الفني بيبقى في احتياج ليوم او اتنين زياده عشان يقدر يحط التصور بتاعه داخل الملعب. في حاجات المدير الفني ما بيقدرش يغيرها الا اذا كان عنده وقت، يعني انت لما تلعب كل 3 4 ايام مباراه بيبقى صعب جدا انك تتغير، صعب جدا انك تحط تكتيك جديد، صعب جدا ان انت تقول للعيبه تغير من افكارها داخل الملعب. لكن لما بيبقى عندي وقت لا بيبقى سهل عليا ان انا اشتغل، سهل ان انا ممكن اغير في التكتيك بتاعي، سهل ان انا ممكن اغير في بعض اداء اللعيبه او اديهم مهام زياده داخل الملعب. عشان كده بقول ان اليومين اللي فاتوا دول اعتقد انهم هيفرقوا في مباراه بكره بشكل كبير. يعني نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن ابراهيم على وجودك. انا اللي بشكر كابتن على الصحبه الجميله. شكرا جزيلا ايضا، شكرا جدا شكرا كابتن اسلام، شكرا على وجودك معانا النهارده، شكرا كابتن على وجودك معانا النهارده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره عندنا مباراه النادي الاهلي ونادي بتروجيت، هنكون مع حضراتكم هنا في استوديو او في ملعب الاهلي في تمام الساعه 5. هنقول لحضراتكم كل ما يحدث ما قبل المباراه، هجيب لحضراتكم كل الارقام وارقام اللاعبين وكل شيء فيما يخص هذه المباراه. انتظرونا غدا وحلقه هامه جدا ومباراه هامه جدا، مباراه النادي الاهلي ونادي بتروجيت، فانتظرونا غدا في تمام الساعه 5. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.